طبعا منذ انطلاقتها نقدر نقول لأول مرة عام 1930 وتحظى بطولات كأس العالم باهتمام وشغف وحماس الجماهير، وذلك طبعا لما تتمتع فيه لعبة كرة القدم تحديدا شعبية طاغية في مختلف دول العالم. نعم حنين، هذه الشعبية الجارفة والطاغية حولت هذه البطولة، بطولة كأس العالم، إلى مناسبة متعددة الأوجه، فهي مناسبة فنية، ثقافية، وتعليمية، وحتى مناسبة إنسانية تجمع ولا تفرق. نعم، نقدر نقول اليوم راح نفتح نافذة جديدة على ما تقوم به دولة قطر في المجال التعليمي والأكاديمي، وأيضا ما استقدمه هذه البطولة الاستثنائية من خلال خدمات لشريحة مهمة وهي شريحة ذوي الإعاقة. نعم، رحبوا معنا مشاهدينا الكرام بضيوف هذه الساعة في الاستديو، استديو أهلا بالعالم من كتارة، وهم كل من الدكتورة سبا منصور مدير برنامج متطلبات الجامعة، والتي ستحدثنا عن مقرر التعلم القائم على الخدمة المجتمعية. حياك الله معنا دكتورة. الله. أكيد. وأيضا خلونا نرحب بالسيدة سوزان سليمان العباس، خريجة برنامج ماجستير دراسات الترجمة السمعية والبصرية في جامعة حمد بن خليفة، وأكيد اللي راح تعرفنا ونتعرف من خلالها على تفاصيل خدمة التعليق الوصفي السمعي في الحفل الافتتاحي لبطولة كأس العالم. فنرحب فيكم، سعيدين بوجود العنصر النسائي أكيد في حلقتنا لهذا اليوم. كيفك عاد؟ زين؟ شكرا. طبعا أكيد عندنا كثير من الأسئلة لكل مجاله. زين، نبتدي أجل، خلنا نبتدي من اليمين، ويميني أنا مع السيدة سوزان. خلنا نتحدث أولا عن مونديال قطر وعن البطولة التي تحتضنها دولة عربية، وشعورك وأنت خاصة تعيشين على أرض هذه الدولة الحبيبة. أولا بحكي فيما يخص دولة قطر والإنجازات اللي عملتها دولة قطر، أنا فخورة جدا كوني عربية مقيمة على أرض دولة قطر، وكلياتنا ثقة إنه إن شاء الله دولة قطر راح تستضيف وتقدم كأس عالم مميز بنسخة مميزة، جاهز بكافة الإمكانات والتسهيلات. نعم، احنا لو نتحدث أستاذة عن فكرة التطبيق هذا اللي يخدم ذوي الإعاقة. هذا التطبيق بتم من خلال تحميل تطبيق فيفا انتربريتنج. بتم من خلال إدخال كود معين في كل استاد، رح يكون له كود معين، بتم من خلال إدخال هذا الكود ممكن خارج الملعب وداخل الملعب الاستفادة منه. أما فيما يخص الخدمة ذاتها في الملعب، سيتم ذلك عن طريق التعليق الوصفي السمعي لحفل الافتتاح والختام، بالإضافة إلى مجريات أحداث الكرة المباشرة. نعم، نقدر نقول هناك مجموعة من المعلقين، بالإضافة إلى أن مجموعة راح يكونون من المترجمين كذلك. صحيح. تماما. طيب ودكتورة، بالنسبة لمساهمات الجامعة لو نتكلم عنها. مساهمات الجامعة مساهمات كبيرة جدا، يعني لابد من المساهمة في التظاهرة الكبيرة لهذا الحدث العالمي، وأيضا مساهمة الجامعة الوطنية بثقل الجامعة وبثقل التظاهرة الحديثة. ساهمت جميع كليات الجامعة وبرامجها في هذه التظاهرة، ساهمت بعدة مقترحات، بعدة برامج، بعدة مشاريع بحثية، منها برنامج متطلبات الجامعة ساهم بطرح مادة خاصة عن التطوع، تم تأسيس وإعداد هذه المادة خاصة لهذه التظاهرة العالمية بناء على أسس أكاديمية، بناء على معايير حديثة، وأيضا في تم إشراك فيها بالمشاركة مع الفيفا، اللجنة العليا للإرث. نعم. زين دكتورة، يعني هذا المقرر اللي انتم طرحتوه متطلب عام، اعتقد ان كل من في الجامعة يستطيع انه يشارك فيه، يدخل فيه، واعتقد من مخرجات هذا المتطلب انه في متطوعين لكأس العالم تطوعوا بسبة هذا المتطلب. طبعا تم الإعلان على هذا المقرر بشكل كبير في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الإقبال جدا كبير على هذا المقرر. تم طرح المقرر حتى باللغتين العربية والإنجليزية. نعم. ليشمل جميع التخصصات، جميع التخصصات موجودة في جميع التخصصات الجامعة موجودة وشاركوا في هذا المقرر. نعم، في مقررات وأخبار حصرية راح تقوليها لنا اليوم إن شاء الله دكتورة. إن شاء الله. ولكن
الحين الدكتورة ذكرت اللغة العربية والإنجليزية، وهذا الشيء ينطبق كذلك عندكم في الترجمة، صحيح؟ أنتم اللغة العربية والإنجليزية، إحنا راح نتحدث عن 19 معلق، صحيح؟ تمام. في هذا التطبيق وتفاصيل أكثر. فيما يخص المعلقين، راح يكون في معلقين مختصين بالنسبة لحفل الافتتاح والختام. نعم. هم أربعة، تتقدم صح؟ مزبوط، راح تتقدم باللغة العربية والإنجليزية. فيما يخص المباراة نفسها، سيتم التعليق عليها برضو باللغتين العربية والإنجليزية، وهي أول كأس عالم بنسخة عربية راح يكون إن شاء الله هاي السنة. سيدة سوزان، يعني هذه التجربة اللي أنتم تقومون فيها خاصة في كأس العالم، وأعتقد أنها الأولى من نوعها في نسخ كأس العالم، ماذا أهمية هذه التجربة؟ تمام. هلأ هاي النسخة هي الأولى في كأس العالم باللغة العربية. نعم. حصلت في المونديال اللي قبل والمونديالين، تم تطبيقها خلال صحيح تم السابقة. تطبيقها باللغة الإنجليزية تم في مونديال روسيا. في كأس العالم تم تطبيقها باللغة العربية بحفل الافتتاح. أهمية هاي الخدمة إنها تمكن ذوي الإعاقات البصرية، ضعاف البصر، المكفوفين من الاستمتاع بأجواء كرة القدم، لأنه عند التحدث عن كرة القدم فإحنا فعليا بنحكي عن أجواء حماسية، أجواء تنافسية، أجواء يملأها الفرح والسرور، فهاي الخدمة ممكن تعطيهم فرصة الاستمتاع فيها كأي شخص مبسوط. حلمين، يعني أنا خلال برنامجي طريق المونديال وأنا أتعرف على الملاعب المونديالية، التحف الثمانية، فكنا نعيش في تجربة هذه الملاعب. كان من أسئلتي أن الجماهير هناك يعني في تفاوت في الأصحاء، في ذوي الاحتياجات الخاصة، فتفاجأت عن هذه الخدمات اللي مقدمينها. فكاس عالم في قطر راح يكون نسخة استثنائية، نسخة استثنائية تخدم جميع الشرائح في المجتمع. وحلو هذا التطبيق اللي راح نتكلم عنه، لأننا بنتكلم عن منتدى التمكين اللي 2016، ولكن مو الحين، بعد ما نعرف، لأن أنا بعرف المقرر الجديد اللي راح يصير لكأس العالم عندكم. هناك مقرر جديد تم طرحه من خلال من عمادة الدراسات العامة من عن طريق برنامج متطلبات الجامعة، وهو مقرر 220. هذا المقرر هو التأهيل الطالب ليقوم بالتطوع في كأس العالم. التأهيل ليس فقط عن طريق المشاركة في كأس العالم فقط والذهاب إلى لتقديم التطوع، ولكن له الجانب الأكاديمي وهو الأهم. الجانب الأكاديمي الذي يعنى بالتفكير الناقد للطالب، بالحل المشكلات، بالتفكير الريادي، كيف أستطيع التواصل، ما هي طرق التواصل بين الجماهير، كيف أستطيع أن أقدم خدمة متميزة لهذه الجماهير. دكتورة سبا، يعني طلابنا في جامعتنا الوطنية جامعة قطر اللي نفتخر فيها، هناك العديد من الأبحاث اللي قدموها خاصة في كأس العالم، خلينا نتكلم عن هذه الأبحاث. طبعا برنامج متطلبات الجامعة لديه ثلاث مواد رئيسية يقدمها. السمة الأساسية لهذه المقررات هي السمة الخدمة المجتمعية أيضا، والتفكير الناقد والريادي. ولكن مثلا على سبيل المثال في مقرر سيمينار 100، سيمينار 100 يستقطب طلاب السنة الأولى، السنة أولى جامعة، هذول سنة أولى مطلوب منهم كتابة بحث. جميع البحوث، ويترك الطالب لها حرية الاختيار البحث، جميع البحوث ما يفرض عليه شيء، لا يفرض عليه، جميع البحوث كانت مركزة، الطلبة أنفسهم ركزوا على كأس العالم. على سبيل المثال بعطيك أمثلة، الطالب كيف أستطيع أن أنشر الثقافة القطرية، وهل كأس العالم سيؤثر على الثقافة القطرية، صدق أم لا؟ وصل الطالب إلى النتيجة أن بالعكس، أن كأس العالم سيعزز هذه الثقافة القطرية. أيضا هناك بحوث عن الاقتصاد، تأثيره على الاقتصاد، تأثيره على العملة القطرية، تأثيره على البيئة القطرية. هناك الكثير من البحوث من طلاب سنة أولى. طب دكتورة، اختيار البحوث هذا يقع على عاتق الطالب فقط، ولأن هناك يكون مثلا توجيه من قبل حضراتكم؟ الاختيار الموضوع هو من قبل الطالب، الطالب يختار الموضوع، ولكن يقوم الدكتور المادة بالإشراف عليه ليقوم الطالب بكتابة البحث بطريقة أكاديمية مهنية. بس دكتور، احنا خلينا نرجع شوي حق المادة الخاصة لكأس العالم، لأننا قاعد نتحدث على كأس العالم 13 دكتور.
طبعا 13 دكتور يقومون بتدريس هذه المادة تطوعا، وايضا تطوعا يعني هذه مادة زيادة طالب. هم عندهم النصاب الأساسي لتدريسهم، ولكن هذه مادة إضافية للعبء التدريسي لديهم. وايضا لدينا 270 طالب شاركوا في هذه المادة، ولدينا الكثير من الطلبات للمشاركة حتى من خارج الجامعة. كيف نستطيع أن نشارك هذه في هذه التظاهرة الكبيرة في دكتورة سبا؟ يعني هذه جامعتنا الوطنية، خلينا ننتقل إلى جامعة حمد بن خليفة وعند السيدة سوزان. يعني خلينا نتكلم، تأكيد كل عمل جديد، كل عمل طموح تواجه بعض العقبات. خلينا نتكلم ما هي العقبات، وخاصة في كمترجمين للتفاعل. صحيح. هلا فيما يخص كتجربة، أنا راح أحكي عن تجربتي الشخصية في كأس العرب. فيما يخص هذه التجربة، كان من أصعب العقبات اللي واجهناها سرعة تغيير الأحداث على أرض الملعب. فعلى سبيل المثال، في من ناحية أنه بدنا نوصف شو عم بصير، سرعة تغيير الأضواء، الألوان، اللوحات، الحركات الاستعراضية، حركات الراقصين، فيجب على المترجم معرفة ما يجب وصفه. هذا كله بعد بيتم وصفه؟ يتم وصفه. يعني حركة الراقص، اللاعب، الركنية. صحيح. حركة الراقصين هذا في حفل الافتتاح يتم وصفه، ويجب على المترجم معرفة ما يجب وصفه عشان لا يتشتت المستمع. فيما يخص الوصف خلال المباراة، التعليق الصوتي خلال المباراة، نفس الشيء على المعلق أن يصف ما يحدث على أرض الملعب. لازم يركز على بعض التفاصيل المهمة، بنفس الوقت يجب عليه أنه يحسس المستمع أنه هو عايش هذا الجو، عايش هذه التجربة تماما كالمبصر. في بعض التفاصيل المهمة، مثلا مثل تحديد مسار الكرة، تمركز اللاعبين، الهجمات، الزوايا، المسافة، كل هذه التفاصيل. عندي سؤال بسيط الحين. صحيح. الحين شلون راح يفسر المترجم التفاعل كلمة المعلق أثناء المباراة يقول يو ولا هدف؟ كيف راح يكون التعامل معاه؟ هاي النقطة لازم، عشان هيك لازم بالضبط المعلق يحكي مين سجل هدف، لازم يكون أدق شوي بالتفاصيل من المعلق العادي على التلفزيون اللي بنسمعه أو خلال أي مباراة عادية. نعم، هو متفاعل ومتحمس الحين للمباراة أكيد، والمباريات اللي راح نشهدها، ولكن أكيد بعد هذا الفاصل راح نناقش مواضيعنا وتفاصيل أكثر مع ضيوفنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد هذا الفاصل، ومع هذه اللقطات الجميلة لهذه التحفة المعمارية، مؤسسة الحي الثقافي كتارا، وهي تتزين لاستقبال جماهير كأس العالم، خاصة هذا الممر الجميل المتزين بأعلام الدول المشاركة في كأس العالم في قطر 2022. مشاهدينا، نحب أن نجدد التحية بضيوفنا الكرام، السيدة سوزان سليمان العباس، خريجة برنامج ماجستير دراسات الترجمة السمعية والبصرية في جامعة حمد بن خليفة. أيضا نجدد التحية بضيفتنا الكريمة الدكتورة سبا منصور، مدير برنامج متطلبات الجامعة. دكتورة، ما زلنا احنا نتكلم عن هذه المقررات الجديدة في جامعتنا الوطنية جامعة قطر، واللي تختص في كأس العالم و تميل جدا إلى التطوع. هل هناك دكتورة مقررات أخرى مشابهة أو مقررات جديدة سوف تطرح بخصوص كأس العالم؟ مقررات برنامج متطلبات الجامعة تتميز بسمة الخدمة المجتمعية. يعني على سبيل المثال اللي ذكرته، سيمينار 100 يركز على طريقة الكتابة، البحث والطريقة الأكاديمية من خلال مناقشة القضايا المجتمعية وكيف أستطيع أن أخدمها. مقرر القيادة والابتكار والخدمة المجتمعية 200 هذا المقرر متميز جدا على مستوى الدول العربية، وقد نقول على مستوى عالمي، لأنه يجمع ثلاث عناصر مختلفة: الابتكار والقيادة وأيضا التطوع. جزء كبير من هذا المقرر يقوم على تقديم الخدمة المجتمعية، ولكن من خلال طريقة أفكار ريادية وإبداعية لخدمة المجتمع. يعني انت تبي الجديد والحصري حسن، صح؟ انا بطلع من الدكتوره. شنو موضوع 3D printed؟ شفتي موضوع 3D printer؟ احنا حاولنا في هذا المقرر، لانه مقرر فريد من نوعه بصراحه. حاولنا في هذا المقرر
بتجسيد الفكرة، تجسيد بدل أن تكون الفكرة في رأس الطالب مجردة لا تعني شيئا، يقوم الطالب تجسيدها من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد. الطباعة ثلاثية الأبعاد يقوم الطالب بتصميم هذا المجسم طبعا من خلال هذه البرينتر الثلاثية الأبعاد. هل على مواد معينة دكتورة؟ هي مادة اللي تخص بالثري برينتر، لكن هي فكرتها تعزيز الهوية، تعزيز الهوية البصرية للطالب، أيضا التفكير المكاني، ترسيخ فكرة البحث والتجربة من خلال تطبيق هذه الأفكار في مخ الطالب إلى أن يراها على أرض الواقع. على أرض الواقع حنين، يعني أنت تطلعين الجديد الحصري من الدكتورة، بس الحين تطلعين الجديد الحصري من الأستاذة. عندي كل شيء جديد وحصري، بس انا بترك ضيوفنا هم يقولون، فبعطيهم اكيد المجال، لان انا لو بقول كل شيء جديد حصري خلصنا. دكتوره لو نتكلم، استاذه سوري، لو نتكلم على موضوع التطبيق تحديدا، كثير من الامهات اللي قاعد يتابعونا يمكن عندهم اطفالهم او ابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصه يمكن يواجهون صعوبه انهم يروحون للملعب نفسه، هل هذا التطبيق يتم او يقدر انه يستخدمونه في الملعب او حتى كذلك في منازلهم خارج الملعب للاستمتاع مثلا بالمشاهد وبالتعليق؟ صحيح، ممكن تحميل التطبيق اسمه فيفا انتربريتنج، ممكن تحميل التطبيق وممكن مشاهدة حتى المباريات القديمة، راح يكون التعليق الصوتي مسجل على التطبيق. فممكن على سبيل المثال كل ملعب راح يكون له كود معين، من خلال هذا الكود بيقدر الشخص يستخدم ويحضر أو يسمع المباراة اللي كانت على الملعب، ممكن من داخل الملعب، خارج الملعب، حتى ممكن من أي مكان في العالم. ممتاز، يعني إحنا قاعد نتكلم عن هذا التطبيق مو شرط أن تكون المباراة فقط اللي هي لايف، وإنما أنا باستطاعتي أن أنا أسترجع أي مباراة في أي وقت كان علشان أستمتع بهذه الأحداث. صحيح. ممتاز، يعطيكم العافية. طبعا الدكتورة سبا منصور مدير برنامج متطلبات الجامعة، يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك وشكرا لوقتك وشكرا للحصري أكيد. وبالنسبة للأستاذة والسيدة سوزان سليمان عباس، خريجة برنامج ماجستير دراسات الترجمة السمعية والبصرية في جامعة حمد بن خليفة، شكرا لك. طبعا مشاهدينا مستمرين أكيد.